دكتور شوموكوف، دعني أحيل إليك ما ذكره أيضا الدكتور عمار فيما يتعلق بالوثائق المسربة من الولايات المتحدة الأمريكية. هل هذه الوثائق إلى أي مدى كشفت هذه الوثائق هشاشة أوكرانيا في جبهتها الداخلية؟ بصراحة صعب تعليق حول هذا الموضوع. بصفة عامة في أوكرانيا معلومات متضاربة حول هذا التسريب، هل هذا اللعب استخبارات روسية أو بصراحة كان تسريب من قبل استخبارات أمريكية. بصفة عامة هذا غير معروف، ولكن موجود هنا شائعات في أوكرانيا بأن هذه التسريب المعلومات إذا هو حقيقي لن تتغير مسار حرب هنا في أوكرانيا. نحن نشاهد بأن جيش روسي غرق في مستنقع حرب وفي ضوء إخفاقات كبيرة روسية. من الممكن هذا الاستفزازات أو الإيداعات روسية، بصراحة هذا غير معروف. سوف نرى في أقرب الوقت عندما سوف يكون هجوم مضاد قوات مسلحة أوكرانية، ولكن في آن واحد نحن نرى بأن بصفة عامة حكومة روسية هي حميكة جدا عندما هي هاجمت على أوكرانيا، لأن روسيا هي في حال مثل الاتحاد السوفيتي الذي غرق في حرب في أفغانستان. وإن بعض الإخفاقات الضخمة الاتحاد السوفيتي في أفغانستان تم انهيار الاتحاد السوفيتي. نفس الشيء ينتظر أكيد روسيا. حول شبه جزيرة القرم، أوكرانيا أكيد سوف تحرر هذه المنطقة. لنتذكر بأن تقريبا منذ 4 أشهر نحن سمعنا تصريحات من روس بأن من المستحيل تحرير مدينة خرسون والضفة الغربية محافظة خرسون. في نهاية المطاف أوكرانيا حررت كما قلت قبل 60% من الأراضي المحتلة.